نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي بجمهورية مصر العربية، وذلك تلبية لدعوة كريمة تلقاها جلالة الملك المفدى من أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، والذي أقيم يوم أمس برعاية وحضور فخامته. وتأتي هذه الدعوة الكريمة رمزا وتجسيدا لقوة العلاقات التاريخية الأخوية الراسخة والممتدة عبر السنين التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين بقيادة جلالة الملك المفدى وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تعزيز القوة العربية التي تتنامى في هذا العصر. وأنه في ظل هذه العلاقات المتميزة والتعاون الوثيق سنمضي إلى العالم بثقة أكبر، كما أن مملكة البحرين تفخر بالإنجازات الكبيرة والنوعية التي تشهدها جمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادة فخامة الرئيس المصري في جميع الميادين. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تشرفه بحضور افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث نقل تحيات حضرة صاحب الجلالة وتهانيه إلى فخامة الرئيس المصري بمناسبة افتتاح القاعدة البحرية. وأشاد سموه بالمستوى العالي والمتقدم الذي أبدته القوات المصرية في المناورات التي جرت خلال الافتتاح، والتي عكست كفاءة هذه القوات وقدرتها على تنفيذ مختلف المهام والمسؤوليات المنوطة بها. وأكد سموه أن قاعدة 3 يوليو البحرية تعد واحدة من الصروح العسكرية الحديثة التي تعكس التطور والتقدم الذي تواصل تحقيقه القوات المسلحة المصرية في ظل دعم وتوجيهات فخامة الرئيس المصري، متمنيا سموه لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار، وأن يديم الله عليهما الأمن والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.